في فيديو سابق اتناولنا بالتفصيل سماد الـ NBK، وقلت ان احنا هنتكلم عن عناصر الثلاثة بالتفصيل، لكن لقيت ان كل عنصر يستحق ان احنا نعمل له فيديو مخصوص نتكلم فيه بالتفصيل عن كل ما بيخص العنصر واعراض نقصه وزيادته والمرحلة اللي بيحتاجها النبات وايه هي الاسمدة اللي بتتناول العنصر اللي بنتكلم عنه. فكل ده كان لازم نخصص فيديو لكل عنصر. واهلا بكم، ونكمل مع بعض الفيديو للاخر. ان شاء الله اوعدك انك هتستفيد. لو كنت مهتم بالزراعه اكيد لازم تكون معانا في القناه، وتشرفنا بالاشتراك واعجاب ومشاركه عشان يوصل الفيديو لاكثر محبين للزراعه. في الفيديو ده هنتكلم عن العنصر الاول وهو النيتروجين. هنتكلم عن اعراضه، اعراض نقصه، اعراض زيادته، ايه موجود في ايه اللي بيظهر على النبات عشان نعرف انه عنده نقص في النيتروجين. لو بصينا للصورة بنشوف ان الصورة بتبين بشكل واضح العناصر التلاتة، واحنا كلامنا عن النيتروجين او الازوت. رمزه بيبان على عبوة السماد حرف الان، والرقم الاول من الشمال ده بيمثل نسبة وجوده الى العناصر التانية اللي هم موجودين معانا، الفسفور والبوتاسيوم اللي هم موجودين، وبيكون موجود على شمال العبوة. النيتروجين عنصر متحرك في النبات، وهو عنصر النمو الخضري، وعشان نحصل على نمو خضري جيد لازم يتوفر كميات مناسبة منه في التربة. في نفس الوقت ما نزودش النيتروجين في التربة عشان ما يزيدش النمو الخضري على حساب النمو الثمري أو الجذري، وكمان مقاومة النبات بتقل لو في عندي زيادة في النيتروجين. النيتروجين كمان عنصر بيفقد من التربة خلال فترة قصيرة جدا، يا إما بالغسل أو بالتطاير، وهو موجود في التربة على شكلين. في شكل بيستفيد منه النبات اللي هو شكل المعدني اللي هو المذاب في مية اللي هو أمونيوم أو نترات، وده الجزء الصالح للامتصاص. لكن الشكل العضوي ما بيستفيدش منه النبات إلا بعد تحلله وتحوله للشكل المعدني. لازم يكون عندنا قاعدة، النبات ما بيستفيدش من شيء إلا ما يكون مذاب في المية. إيه هي أهم وظائف النيتروجين واللي بيستفيد منها النبات، أو إيه اللي بيعمله النيتروجين للنبات؟ هو المسؤول عن نمو المجموع الخضر. النيتروجين بيدخل في تكوين البروتين النباتي، وبيعتبر أهم مكونات البروتوبلازم. معنى كده إن هو بيعمل على بناء النبات، بيدخل في تركيب اليخدور ونمو الأوراق والأفرع، وكمان بيدخل في مكونات الإزهار والثمار. كمان النيتروجين بيساعد العنصرين التانيين المهمين في الـ NPK اللي هو الفسفور والبوتاسيوم، بيساعد النبات على إنه يمتص العنصرين دول. أكيد عشان نتأكد من نمو نباتاتك في أصح ظروف ممكنة، مفيش عنصر غذائي أهم من النيتروجين لضمان صحة مزروعاتك. وعشان كل أنواع التربة ما بتحتويش على أفضل نسبة منه للنباتات، كان لابد نستخدم الأنواع الصحيحة من فضلات حيوانية أو نباتية زي الكمبوست، واللي إن شاء الله هنخصص له فيديو لعمله، وكمان أنواع الأسمدة الحيوانية. يعني نستخدم سماد طبيعي اللي هو السماد البلدي. لكن بما اننا في مجال سماد كيماوي اللي هو عنصر من عناصر الـ NPK، رغم اننا مش بفضله لان هو مش حل طويل المدى، لانه بيدمر خصوبة التربة، الطبيعي والسماد الطبيعي والبلدي بيكون هو الافضل. لكن لو لجأنا لسماد الـ NPK علشان نحصل منه تحديدا على عنصر النيتروجين اللي هو مجال حديثنا، بنقرا الارقام اللي موجوده، لان الارقام اللي هي نيتروجين فوسفور بوتاسيوم الـ NPK اللي موجوده على العبوه، بنختار النسبه الاعلى من الشمال اللي هي بتناسب احتياجات التربه. مثلا في 27 7 14 من الشمال، ال 27 اعلى، 21 3 3 دي النسب الثلاثه. اسمده شائعه غنيه بالنيتروجين، هي بتدي للتربه كميه بسيطه من الفوسفور والبوتاسيوم، لكن بتدينا الكمية الأكتر من النيتروجين. وفي سماد 21-00، وده بيدي نسبة عالية فقط من النيتروجين للتربة، مفيش حاجة تاني.
كمان بنستخدم مزيج متوازن زي مثلا ال NPK 10 10 10 15 15 15 19 19 19 والأفضل اللي هو ال 20 20 20 20 ده إذا احتاجت التربة لتجديد العناصر الغذائية اللي موجودة كلها. طب ايه أعراض نقص النيتروجين اللي بتظهر على النبات وتأكد لنا إن النبات ده محتاج نزوده بالنيتروجين؟ زي ما قلنا إن هو النيتروجين بيعمل على البناء فيبقى فيه ضعف عام في نمو النبات، وبتتحول الأوراق القديمة للون الأصفر بالتدريج، ونادرا لما بتظهر على الأوراق الأحدث. الأوراق الأحدث لما بيظهر عليها بتكون نقص شيء تاني اللي هو البوتاسيوم. النبات بيكون متخشب والتربة بتكون جافة جدا. طب ازاي نعالج نقص النيتروجين؟ العلاج ان احنا بنضيف له أسمدة نيتروجينية متوفرة، أهمها اللي احنا بنتكلم عنه اسمها الـ NPK، وبنشوف نسبة النيتروجين الأعلى المتوفرة، وكمان ممكن نضيف أسمدة تانية خاصة بالنيتروجين اللي هي زي اليوريا زي نترات الأمونيوم، كلها بتكون محتوية على النيتروجين. وزي ما قلنا كمان السماد العضوي حيواني أو نباتي، واللي هي الكمبوست أو روس وبواقي المواشي، ده أعراض نقصه وإزاي نعالجها. طب إيه أعراض زيادة النيتروجين؟ يكون في ضعف في التزهير وتشوه الثمار، وبيكون النبات أكتر عرضة للإصابة بالأمراض الحشرية والفطريات. في الحالة دي بيكون في زيادة نيتروجين مش نقص. النقص بيكون النمو الخضري وضعف عام على النبات بصفة عامة. هنا لا، هنا ضعف التزهير والإثمار، وبيكون عرضة للإصابات. طيب إحنا عندنا ثلاث مراحل مهمة للنبات. المرحلة الأولى هي مرحلة التجذير، وبعدين المرحلة الثانية اللي هي مرحلة النمو والاستطالة وتكوين الكلفات وزيادة الأفرع، والمرحلة الأخيرة في النبات تكوين الثمار والأزهار. أين مرحلة الثلاثة دول؟ هم المراحل اللي احنا اللي تم إنتاج سماد اسمه الـ NPK، عشان كل سماد بيختص بمرحلة من المراحل الثلاثة. فإيه المرحلة اللي بيحتاج فيها النبات للنيتروجين؟ هي المرحلة الثانية من حياة النبات، هي مرحلة النمو والاستطالة وتكوين الخلفات. فالنبات بيحتاج فيها لجرعات زايدة من السماد الأزوتي اللي هو النيتروجين للمساعدة على النمو وتكوين الأفرع. كمان بتكون الأوراق على الأفرع موجودة بيزودها، بيكون احتياج النبات للأسمدة النيتروجينية أكتر، وما بيحتاجش إلا نسبة قليلة جدا من الأسمدة الفوسفورية. أخيرا لازم نتأكد ايه هو العنصر المتسبب في الاعراض اللي بتظهر عندنا على النبات عشان نعطيه السماد المناسب. لكن لو مش متأكد فالافضل نستخدم سماد الـ NPK المتوازن، لانه هيكون موجود متوفر ومحتاجه النبات في جميع المراحل بتاعته. اتمنى ان اكون وفيت كل ما يهم عن عنصر النيتروجين، وياريت لايك وشير واشتراك في القناة، ومع العناصر التانية في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.